كنشكر الجامعة وموظفيها وكل أطر ديالها على الاستئفاء وعلى الاعتناء بهذا التكريم الكريم اللي دارت ليا هذه الجامعة الشعبية. وأنا كنشكر جميع الأخوان الحاضرين والأخوات اللي غادي يجيو، أنا كنشكرهم شكرا جزيلا وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أولا الإخوان، اللي الحياة ديالي دوسة كلها نضال، كلها نضال العمل الجمعوي والثقافي والمسرحي والرياضي، وكنت من الناس الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية 1912 ببريطانيا، وكان أول ما استقبلتني وهي السفيرة المغرب لالة جمالة، استقبلتني في بريطانيا استقبال رسمي. وأنا كنشكر الجميع وهذه السعة هذه مباركة، وأنا كنشكر السيد الرئيس بزاف، كنشكر السيد الرئيس وموظفيه والموظفات وكل أطر ديال هذه الجماعة، وحتى بعد الإخوان من دار الشباب كذلك اللي راهم حضروا معايا راني كنشكرهم. والسلام عليكم. وعليكم السلام. سي محمد ماهر هو من قيدومي الفعل الجمعوي والتربوي بمنطقة سيد البرنوصي، حيث كان مسخر المنزل ديالو للتربية والتكوين ديال الأطفال والناشئة بسيد البرنوصي قبل ما دار دار شباب سيد البرنوصي. وهكا الحاج محمد ماهر تقريبا في عمر ديال واحد 90 سنة دابا كلها وضعها راه التربية والناشئة بمنطقة سيد البرنوصي.